السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير وبالف خير. اول حاجه ما تنساوناش دائما من البارطاج ديالكم ومن اللايكات ديالكم ومن الكومونتيرات الزوينه ديالكم، وشكرا لكم دائما على الكومونتيرات الزوينه وعلى النصائح اللي كتخليو لينا لا عندي لا عند نزهه. اليوم جينا مع فيديو جديد. نزهه قالت لي والو اليوم غطيب لينا الطاجين اللي جات موالفه طيب لينا شحال هادي بحال في كازا كما كنت كنطيب الطاجين. قالت لك والو طيب لينا اليوم طاجين، حتى اللي غطيب لينا الطاجين. قلت لها نقريو داكشي اللي كاين بلا ما نمشيو نجيبو الخضره وداكشي، قلت لها نقريو داكشي اللي عندنا ونطلعو شي طويجين يكون زوين وبنين. ياك ريحان؟ ريحان قالت لي والو انا ندير التحيه معاك. تعال واخا عليا نعاود تما الله يا ربي على الفنان. هانتوما الطويجين ديالنا اش غادي ندير فيه؟ غادي ندير فيه واحد شويه ديال الدجاج كنحطنا هوايا غايبان شي يكون مزيان. ها هو غايبان دابا. غنديرو فيه واحد شويه ديال الجلبينة، شويه ديال الجلبانة، غنديرو خضيرة يعني طويجين بخضيرة. نتوما عندي هنايا بطاطا، وعندي واحد القريعة هيايا، وعندي دنجال. هادو هما اللي غادي نديرو فيه فلا بدا فيه بلا حارة وشوية ومطيشة. هانتوما دابا غادي نقلي الدجاج. كنقليه هنايا بزيت زيت العود. زيت العود راه صحي، راه كاين اللي كيقول لك لا راه تيولي مسموم، ولكن راه الطباخ العالميين تيديرو بزيت العود، تيطيبو بزيت العود. شوفو شي قنوات ديال الناس ديال اوروبا، ماشي ديال المغرب، ديال اوروبا، تيطيبو بزيت العود. ديما كتلقى ويلد اوليف، ويلد اوليف، ما كاينش شي زيت من غير زيت العود. ايوا نتوما معايا، انا غادي نقلي، نبدا نقلي في الدجاج ديالي ولا هنا كيب الزيت وشويه المليحه، وانتوما معايا بقاو معايا. انا رجعت معكم الخوت والخواتات. كما شفتوا انا قليت الدجاج ديالي مزيان مع شويه ديال الزيت وشويه المليحه. دابا درت عليه واحد الصيله، انما كما كتشوفوا على السلام شمضه مزيان. درت معاه واحد الراس ديال الثومه حتى هو، غنخليهم غادي يتشحروا لي مزيان مزيان عاد نزيد على العطريه بشويه بشويه. الا غير واحد شويه ديال المليحه عاد، حيت انا ديجا درت الملحه ما غاديش نعاود نزيدها بزاف. انتم دابا معايا كما تحلى ديال مزيان ديالي، وديت تحت الميه ديال البصله وانا معاكم وانتم معايا. انا رجعت معاكم. دابا تقلات لي البصله ديالي، بدات كتبدا كطيح شويه. غادي نزيد معاها واحد شويه، مع شويه ديال الربيع. انا زاليا ندير العطريه لكلشي، شويه التحميره، شويه ديال الزهر ندير الطش على حسب الريحانه، شويه الخرقوم، الخرقوم بلدي ما كنديرش الاخر، وسكنجبير. صافي دابا غنخليه نخلط شويه العطريه باش تدخل ليا مع الدجاج، باش عطيني البنه ديالها. الطاجين هو البنه ديال العطريه، تجي بنينة. كلشي على العطرية، كلشي على كيدور على العطرية هادي. واخا كاين اللي كيقول لك العطرية بزاف راه خايبة وهاديك. ونزيد معاها واحد شوية ديال الما، غير باش متحركش ليا من التحت، متلصقش ليا العطرية ديالي، متلصقش ليا وصافي. إي واحد شوية، وداك الربيع تاهو متحركش ليا الداخل. دابا غنسد عليه ونخليه يروح ميلا بين ما يطيب لي الدجاج ديالي، عاد ندير الخضره ديالي ونعاود ندير واحد الطريقه حتى نديرها من العطريه. غنوريكم كيفاش غادي ندير لها. هانتوما معايا، هانا رجعت معكم اخوتي وخواتاتي. هانتوما شوف الطاجين كيولا طاق، زيت ديالو مزيان. دابا عاد غادي ندير الخضيره ديالي، نضوي البطاطس. البطاطا هي الاولى، المغاربه العزيزه عندنا البطاطا، كنموتو على شي حاجه سميتها البطاطا. بقات عندنا الطيطة صغيرة تما هي غادي نزيد. ياك يا ريحان، ريحان دار زمان مشا ديما. حنا المغاربة اللي مدرناش بطاطا بحنا مدرنا والو. دابا نزهة، راه نشوف واحد الحاجة، صوب لينا صوب لينا في الآخر ما دير والو، ما تاكل منو والو. ندير هاد القريعات، القريعة خصني نقسم على جوج، يود نجاب يمكن. البنجال بحال هكا، كتاخد بعدا غير البنجال، بعدا حسن البنجال راه صحي راه زوين، البنجال ميتقلاش،
واحد البطاطا تبقى تنساها شي من تجي جوج ونسلت جوج البطاطا عشان نقطع هذا على جوج بقاو معايا ديرو هاد البلاصه شحال هكا حاجه وحده اللي نسيت ما نزلتش عليها هي هادي اللي ما شفتهاش كنوج لي بينا ديال الوسط البوج ديالها شنو نديرها هي الاولى الجبال نديرها من الداخل صراحه مشات ليا من بعد إذا كتقولي ديال داك الطوجين ديال الزوافرية غنديروها الطوجين ديال الزوافرية باش طوخ عزيز علي ندير مطيشة بحال هكا دويورات دائما ديما عزيز علي ندير مطيشة بحال هكا جوج ثلاثين واحد من هنا واحد حول الوقت ما رجوش الى هكا صافي هنايا كنكون شديت هاد العطريه ديالي درتها مع شويه ديال زيت العود وشويه ديال الربيع ومليحه وداكشي كنديرها من الفوق بحال هكا كاين اللي مكتعجبوش ديك الخضره اللي من الفوق ما تكونش فيها شكون الصفرا كما تنقولوا البطاطا تكون صفرا وشكون شاد اللون ديالها ولا تجي السوسه من الفوق كما كنديروا لها الطريقه هذه الطريقه هذه ديال واحد الدري عثمان هو اللي ورانا الطريقه هذه الطاجين وبيض تحيه ليهم كاملين ولاد الدرو القدام ونعطيك الشيء مع الخضيرة هادي عندي واحد الزويتينات مع ريحة العزيز على الزيتون غنخليهم تا لخر عاد نحطهم تا يطيب ليا هادشي عاد ندير دوك الزيتون شوف تلقش لنا ديك الوخر نسلتو هانتوما دابا هي الطريقة ديالي ايوا دابا نديرو الغلاقه ديالنا صافي ونخليوها طيب على مهل مهل مهلو فين ما يطيب لينا الطويجين ديالنا ونرجعو احنا رجعنا معكم اخوتي وخواتاتي الطاجين لا ودير زين على الطاجين شكون غيحل الطاجين انا انت شوف شكون غيحلو يلاه بلاتي يلاه حطي يدك حطي يدك انا بلاتي واحد لابا جدي وريني لا لا ديري لها هكاك هي يلا بلاتي سيري وزيدي حدا راه انا شباني ليا كيديروها في اللور كيديروها هكا اه ديري كيما درتي هي يلا زيدي ما تجوش على بالكم شي حويجه تما شي جوطيه ما تجوش عليهم يلا زيدي هكا نيتا محمد ما كنعرفش عليك كتعرف ليها زين بامبو حياك شنو كيبولو حنا كنا كنقولها الابيسات اشنو كتقولي لها انت ريحانه زين بومبح يلا زيدي زين بومبح اشنو هادي اللي درتي انت قالت لك هي البيره غلباتك غلباتك ولا ما بينتش اشنو حجره 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 شنو هادي اللي درتي حجره وحجره غدير لها بحال هكا لا ما بينتش زيدي يلا بلاتي كاين المقص بلاتي كاين المقص ياك كاين المقص والبير كيفاش داير البير هو هذا البير هكا ياك والورقه 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 صافي هادشي اللي كاين الا كان البير لا ما تقوليش شنو غندير الا كانت هي البيره هي اللي ربحاتك يلا سير سير ريحانة زين بوم بح نعاودو يلا نعاودو ربحاتك ماماك انا ربحتك ولكن غنعاودو زين بوم بح زيدي زين بوم بح ولا زيدي اخر مرة زين بوم بح مع الحال زين بوم بح ما بعد زين بوم بح ربحت كريحة انا يلا واحد جوج ثلاثة ايه هذا هو الطاجين ديالنا برافو هذا هو الطاجين ديالنا كي جا الطاجين دوقي دوقي نزا واخا ما بغاش تاكل وانا نضاق شفت سمك شاكل باكل دابا
ضاقت انايا حتى شي ريحه انا شويه البلول حطيت لها قبل ما يشربوا تعرف الخماس بغيت يشرب الخماس والحماس ديما كتقولي لي الخماس والله كنت حبني والله خمسه كي جا قلتي الطاجين مزيان ونزاره دابا مشات صوبات لها السلطه قالت لك انا ما غناكلش مشات صوبات لها السلطه هاي السلطه ديالها ما قدرتش ما راك عارفه بغيت نقول كلي كلي غير الدنجل كلي غير الدنجل وشويه القرعه صافي غناكل شي غندير دغيمه غندير دغيمه وني غنرجع ما غاديش نهور كما موالفه حيت الدنجل ما تخافيش منه الدنجل الدنجل زوين الدنجل ما يكونش مقلي بالزيت بصح الدنجل كيشرب الزيت هو كيسم حتى الكوليسترول وسميتو هذا لاغريس في الجسم راه كيشدو الى كلاه الانسان لا ماشي لا ماشي ليك انت يا حبيبي انت حطيتك غير البطاطا وجلبانه اللي نقيتي راه واحد الحاجه خصكم تعرفوا راه ريحه انا يرين نقات لينا جلبينه اييه هي اللي نقلات نقات الجلبانه نقيتي جلبانه ماما كانت كدير برافو ماما كانت تدوش وهي نقات لي قالت لي نقي معاك شي حاجه كلاوها كي جلبانه هي عزيز عليها تنقي الجلبانه ياك حبيبه يلا الى بلاصتك وغادي تاكلي كداك الشيء بنتي ندير لها الزيتون عزيز عليها الزيتون عزيز عليها الزيتون اخر ريحه انا غتخرج لي على الطبله نحيد لك ليه العظم نحيد لها العظم من زهادي هو صافي هي كتموت على الزيتون لانني محمى باع الزيتون الزيتون الفريز الفريز وحمتي بها الفريز الفريز هذيك اول مره عقلتي انا فاش قلتي لي كنا في بورغون شي 11 الليله هذيك ولا 12 ياك قلت لي والو بغيت شي عصير ديال ديال بغيت ما قلتش لي عصير قلت لي بغيت الليمون والفريز انا واحد ملحم واحد ملحم في بورغون ما عمرني غنسمح ليه ما غنسمحش ليك ساعه حامله وعندي شي خمس شهور مشي ديك اللي عطاني 10 دراهم ديال اللحم قال لي ما كنديرش ما عنديش 10 دراهم وتبقى عندها هي ستي الله يبارك عرفتي واش غنقول لك عرفتي رجعت الدموع في عينيا الدموع في عينيا ديك الساعه فاش كنا كاريين في بورغون مشيت بغيت نجيب لك 10 دراهم ديال اللحم شكون واحد شكون هو داك اللي في الشوكه داك اللي اون فاس مع الروبوا كون مشيتي عند الاخر هذوك الخوت ظريفين الله عمرها دار قال لي ما كان فين كان تيوقف داك المول النعناع مسكين داك اللي كان مات الله يرحمه داك القرع عقلتي عليه قال لي ما كانديش 10 دراهم قال لي ما كانديش 10 دراهم رجعت عيني عامري بالدموع وبقى فيا الحال بقى فيا الحال بقى فيا الحال بقى فيا الحال وحسيت بكلشي ضراتني قلت لي والله يا وليدي راه ما عمري نسمح لك صافي عرفتي شنو عرفتي انا توقف ما قلتيها لي هذه وتوقف عليا مراه حامله توقف عليا مراه حامله عشان واخا ما يكونش عندها واخا ما يكونش عندها وراه يملك انا وحده كنت كنعرفها غير في الفيس وقالت لي راني بغيت سلو وبغيتو ديال شي واحد يكون براني وهي بعيده عليا ما تعرفكش ديك الساعات ساعه ونص ديال الطريق كنا في الرحمه هذيك الساعات ياك ساعه ونص ديال الطريق وكان جابتو لي امي ولا لا صيبتي هنتي يمكن ما عقلتش المهم ديتو ليها ما كنعرفها ما والو تعطيني لادريسو ونمره التليفون وديتو ليها هما ياتي حنا في الرحمه وهما فين سيدي مومن في التشارك يمكن كاع يمكن لا سيدي مومن الفوق اناسي 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 عقله بدا يا ماما وهذا حط قدامه اللحم ومعلق اللحم قلت لي ما عمري نسامح لك ماشي انا وين هاد الملائكه هادي خدي راه كاين اللي مجوع في جيعان كاين اللي مجوع في جيعان ايوا كما قلنا هذا هو طلع جينا ياك اخلاك تلعب راه مانيش طالع الفوق ما تقدرش تطلع الفوق صافي هو العشيوه ديال الريحانه ريحانه هي عشيوتها يلا كل صافي تاكل يلا كلي دابا بابا باش تكبر يلا ايوا واش نقول لكم اخوتي وخواتاتي هذا هو الطاجين ديالنا ياك مزيان الزياره هي غتاكل غير سميتو ديالها اليكسا اليكسا كتبرزت من جات هبطي 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 يلا هبطي ما تتحشم حتنا لا ماكلتها راه حتنا لا الماكله ديالها وهي جايه تابعنا هنايا راه ما بغيتش ما خصناش نولفوا القضيه ديال تجي حدا الطبله كي طاب النجار طاب مزيان صحتكم هذاك الصحه بنين بنين يلا بصحتك اختي هاي كتطلع لك هاي جاي تطلع لك انزا شوف واش بغيتي انا طالع لك الطبله هاي ضر هادشي هاي ضر الله يضرها اش بغيتي ماما انا كنت كسير ما كنت كسير كل